أبريل اللي فات تحديداً، الكلام ده كنا خلاص يعني كنا في رمضان، وحصلت مأساة لواحد تلت أطباء، لأب لتلت أطباء، التلاتة اتوفوا في حادثة عربية، العربية اتقلبت بيهم، والكلام ده حصل لأسرة من أسر إسماعيلية، قرية اسمها قرية جلبانة في الإسماعيلية. الأطباء كانوا آية، وكانت آية واخدة بكالوريوس صيدلة، محمود كان برضو بكالوريوس صيدلة في جامعة سينا، وألاء كانت تانية طب أسنان، تانية طب أسنان. دكتورة منال عوض محافظ دمياط، لأن هم أساساً من دمياط، كانت قابلت والدهم اللي طبعاً فجع في وفاة الولاد الثلاثة، أبنائه الثلاثة، وهو الحاج أحمد محمد. الراجل طلب إنه يحج، والحمد لله تحقق له ما يريد النهاردة. أحمد عثمان صاحب القصة الإنسانية التي هزت الشارع المصري وتعاطف معها العالم أجمع. حظي هو وزوجه نيل فرصة الحج لهذا العام بمنحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللهم اتصلوا علينا تاني يوم الوفاة، وجالي اتصال من رئاسة الجمهورية بيعزونا، وقالوا إن السيدة قرنت الرئيس تتفضل مشكورة وتتصل على زوجتي تعزيها في الأولاد. وبالفعل اتصلت بيها، وكان شعور جميل منها. حسينا ان احنا كمصريين كلنا مجتمع واحد، اسره واحده، في تفاهم وفي تقارب بين القياده السياسيه وبين الابناء. بعد الاتصال والتعزيه قالوا ان شاء الله تحجوا السنه دي. طبعا مشاعر كويسه جدا، مشاعر فياضه. البلد حرم مكه لها خصوصيه عندنا كمسلمين، فكنت فرحان جدا ومبسوط، وخفف عندنا جزء كبير من الالم. يفتقد الحاج أحمد أبناءه في حجته، وتمنى لو أنهم بجانبه، ولكن إيمانه بقضاء الله وقدره كان أكبر بلسماً لجرح لا يزال أثره عليه. لـ MBC مصر، عبد الرحمن عبد الله، المشاعر المقدسة.